واحنا كده بدأنا بالقرآن، يعني السهرة او الليلة هتكون رائعة. مع اتصال، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ مصطفى. الله يحييكم ويبارك فيك. أنا أم محمد، رح أحكي عن شغلة صارت معي بخصوص من موضوع الحلقة، تقريبا 4 سنوات. بخصوص موضوع نعم، الحلقة. بخصوص موضوع. طب اتفضلي نعم اتفضلي، عشان بس احنا سمعنا بقى القرآن، عايزين نخش في التفاصيل. اتفضلي. من 4 سنوات تقريبا أنا دخلت دورة لتعلم مقارنة الأديان، وبعد ما انتهت الدورة كان مطلوب مننا نكتب بحث عن أحد الأديان هي المحرفة، ونكتب تقرير عنها. فبالفعل يعني أكثر الطلاب اختاروا المسيحيين، وناس اختاروا الملاحدة، فحبيت إني أعمل شيء ما عملوا باقي الطلاب، فرحت أبحث عن الماسونية. فاخترت إني أبحث بالتليجرام عن الديانة، يعني عن الماسونيين، وأبحث عنهم معلومات. وبالصدفة بين القنوات الدعوية اللي أنا مشتركة فيهم وجدت جروب للماسونيين، فقدرت أن أراقب الجروب من دون ما أشترك فيه، لأنه هن عاملينه معروض للجميع. أول فترة كان بس كفر ومسخرة، قاعدين عم يمزحوا مع بعضهم. بعدين صرت أشوف في كلام خطير عم بيصير، وخاصة بعد ما تصير الساعة 2 أو 3 بالليل. الملاحدة بيقفلوا المجموعة وبيبلشوا بيحكوا بس الرؤساء الجروب الماسون. فهن أنا اللي حسب الكلام اللي كانوا عم يحكوه، هن تقريبا كلهم ملاحدة أصلا، وأغلبهم من خلفيات مي إسلامية، فيهم الشيعي وفيهم المسيحي وفيهم العلوي وفيهم من كل الطوائف والدول العربية، إنهم بيحكوا كلهم لغة عربية. اللي كانوا ماسكين إدارة المجموعة كانوا مصريين ومغاربة ملاحدة. كان شغلتهم هن استقطاب البنات، خاصة تحت خطين حمر، السعودية ما بعرف معهم هوس بالبنت السعودية. هذا اللي أنا لاحظته، أنا مالي سعودية، بس يعني من خلال حواراتهم وكلامهم كان عندهم هوس بالبنت السعودية، بدهم البنت السعودية بشكل مو طبيعي تنحرف. فكانوا عم بيحاولوا عن طريق عمل مجموعات على أساس أنه جروب تعارف بنات، هن حسابات للملاحدة الشباب بحسابات وأسماء بنات، عم بيفتحوا قنوات، عم بيفتحوا مجموعات لتعلم الطاقة والإسقاط النجمي، يوغا. فعم يدخلوا للبنات من هذا الباب، وشوي شوي بيبلشوا معهم بكتب على أساس إنه يوغا. الكتب هاي بتوصلهم للشك بكل شيء، بتوصلهم لمرحلة حتى يشكوا إنه بوجودهم بالحياة، بيشكوا بالله، بيشكوا بالدين. شوي شوي بصير البنت حتى بيشككوا بعدالة أهلها، ممكن يكونوا أهلك أصلاً عم يستغلوكي، ما بيحبوكي، بتشك البنت حتى بالحجاب، بالإسلام، بأي شيء، لحتى توصل البنت لمرحلة الإلحاد. هون بقى بيجي دور البنات يلي بيشتغلوا بالمجموعة الملحدات، يلي هنن والعياذ بالله يعني عاهرات تقريباً من الصور اللي بيحطوها. حتى هنن صورهم تقريباً كانوا شبه يعني عاريات بصور حساباتهم. فكانوا يدخلوا هدول على البنات الصغار، بيبلشوا معهم بيحكوا معهم شبهات عن الحجاب، حجاب يعني شبهات عن تعدد الزوجات. شوي شوي بيحكوا مع البنت، لحتى البنت بالفعل تبلش شوي شوي تقتنع بكلامهم. وبيختاروا بنات صغار، بدهم بنات مثقفات، بنات جامعات، طالبات درسات، أو بنات مثلا ممكن بيعتبرون هن المهمشات، يلي هن البنات يلي قاعدين صعيمة يمكملة دراستها، بس هي البنت يلي قاعدة بالبيت أهلها قايلين مثلا أعطوها التليفون اعملي اللي بدك إياه، بس أنت خليكي على التليفون. هي البنت ما هي بأمان، يعني لما أنت بتفكر إنه البنت ما هي بالجامعة مثلا بأمان، لا، ما هو هذا التليفون المصيبة، عم يدخلوا لبيتك لبنتك عن طريق الهاتف، عم يحكوا مع البنت وبيقنعوها للبنت حتى تهرب من بيت أهلها. أنا شفت واحد ملحد كويتي
بيقول لهم لازم هاي البنت تطلع من بيتي خلال هذا الشهر، أهلي رح يرجعوا على البيت. اوه فيعني طب ايه؟ في بنت صبية تقريبا عمرها كان 15 سنة أو 16 سنة، بنت سعودية هربانة من بيت أهلها، ومخبية هذا الشاب الكويتي عنده في البيت، يا وأهله لطيف ما بالبيت. يا لطيف. فهي بنت صغيرة بعمر 15 سنة، كان في محاميين، محامي ملحد مصري ومحامي ملحد مغربي، هدول شغلتهم يدبروا أمور اللجوء للبنت وأمور الإقامة بدول الغرب، بكندا أو بألمانيا أو بالسويد أو بأي منطقة يعني بدول أوروبا. فكنت عم بشوف أنا رسائلهم، ما كانت بس المصيبة على البنات، كانت المصيبة حتى على الحكومات، يعني حتى على الحكومة السعودية، حتى على حكومة الكويت، دول الخليج كيف يعني؟ بالذات. يعني أنا كيف يعني على الحكومة؟ هلا أنا بقدر ببعث لك لقطات شاشة لحواراتهم أنا احتفظت فيها، لأن ما عرفت لمين أرسلها أصلا. يعني طب بس يعني ادينا لمحة، كان يعني ايه عشان ده الكلام ده خطير جدا. ده انا عاوز يوصل، انا شخصيا عاوز يوصل للحكومات والمسؤولين والمدرسين والآباء والأمهات والشباب والفتيات. كلامك ده خطير جدا صدقيني، انا قاعد مستمع. فاحكي لنا، قولي لكل اللي عندك. أنا شفت المدير المجموعة كان عم بيعمل هاشتاجات وعاملين حسابات داخل السعودية، في منهم أغلبهم حسابات وهمية، حسابات نسوية، حسابات شباب أو رجال خليجيين، بس يلي عم يديروها هن الملاحدة الهكر ومن السعوديين أصلاً. فكانوا عم بيطلعوا مثلاً هاشتاجات جماعية، شفتهم أنا عم بيكتبوا مثلاً تعدد الزوجات، شبهة تعدد الزوجات، فبيحطوا بس هاشتاج تعدد الزوجات، وبيحطوا بس منشورات مسخرة على الدين، بيحكوا على المشايخ، بيتمسخروا على القرآن، بيسبوا الدين، بيسبوا المشايخ. في منهم إنه بيحطوا صورة طفلة صغيرة مثلا وجنبها رجال عجوز، وعم بيحكوا باللغة الإنجليزية إنه هاي البنت الطفلة المسلمة البريئة السعودية عم يتجوزها هذا السعودي العجوز. باللغات الأجنبية عم تترجم هاي الهاشتاجات، عم تترجم هاي المنشورات بعدة لغات، وبتنزل بشكل هاشتاج عالمي. يعني عم يروحوا بشكل جماعي، هن عددهم كان تقريبا بالمجموعة أكثر من 350 400 شخص، هدول عم عاملين مثل نشر جماعي تقريبا. فالمدير المجموعة بينزل هاشتاج وبينزل منشور وبيقول لهم يلا بعد ساعة بدي أشوفه ترند. وفعلا بعد دقائق ما بلاقي غير ما فرحانين ومبسوطين وعم يحتفلوا إنه والله جاب فلان مرتبة وجاب كذا مستوى. أنا كنت أراقبهم بس هن ما بيشوفوني من خارج المجموعة. شفت أحد الشباب عم يتفق معهم، عم بيقول لهم لازم نعمل حراك. إيمت وقت الحراك؟ كان تقريبا 18 أو 13 بالشهر. ضد فقالوا الحكومة. بدنا نعمل حراك بالسعودية ضد الحكومة السعودية وضد ابن سلمان بالذات. وكان عفوا يعني مسمينه الدب الداشر، هن هيك مسمينه بالمجموعة أنا شفتهم. فكانوا يقولوا لازم نطلع نحن حراك ضد الدب الداشر، ويحطوا صوره ويحطوا له قرون، ويحطوا حتى إنه مسبات عليه، ويطلعوا إنه بدنا نعمل مظاهرات ضد الحكومة للسعودية. فيتفقوا على منطقة يروحوا يجتمعوا فيها هن، يكتبوا اليوم الكذا الساعة كذا بالمنطقة الفلانية رح نلتقى بالحارة الفلانية، يكتبوا على يروحوا الحيطان، لهنيك بعد. هم دول اللي كانوا بيكتبوا على الحيطان للسعودية. أنا شفتهم كاتبين على كراتين، على أوراق، شايلين أعلام شواذ، عم بتصوروا عن حقوق المرأة، شايلين أعلام شواذ، عم بيطالبوا بحقوق المرأة، بحقوق الشواذ المثليين مظلومين في السعودية، نطالب إنه شو اسمه ببعض الحريات وهيك شيء. فشفتهم أنا يعني متصورين هنن حاطين كلياتهم مثل العقال، ايش بيسموها، الشماخ على وجوههم، هن مغطين اصلا وجوههم وحاطين ملثمين. نظارات من شان ما يعود اي ملثمين. ملثمين. حتى البنات اللي معهم بنظارات، فبيطلعوا بيشيلوا الاعلام وبيتصوروا، خلال 10 دقائق بتختفي هي المظاهره. يعني هي نعم هذا الحراك معروف. سري تقريبا، بيتصوروا هدول الصور وفجاه بيختفوا. فكاتبين انه حتى هن ما كلياتهم سعوديين، فكانت هي الحراك هذا يصير بالسعوديه بحارات ضيقه،
لكن ما كان أغلب اللي عم بيجتمعوا كانوا سعوديين، كان في صبايا مغربيات، كان في شباب مصريين، كان في سعوديين، وكان في شباب كويتيين حسب ما بتذكر. حتى واحد منهم عنده مخبز سقراط يمكن اسمه مش لازم بالكويت، مش واحد لازم منهم. تقولي اي اسماء اشياء عشان ما يعني ما ندخلش في امور كذا، لكن الكلام اللي انت قلتيه حالا كلام خطير جدا. خليني في الشق المتعلق بالبنات. اذا استهداف المرأة السعودية بالذات او الخليجية بصفة عامة، وانه كان في ملحد كان صحيح، مستضيف، كانوا البنات اللي بيهربوا من اهاليهم بيفضلوا فترة عند هؤلاء في تقريبا بيوتهم لحد تقريبا ما يدبروا لهم عنده السفر. فيلا، عنده حديقة أو فيلا وهي نعم، فاضية هي الفيلا، عشان كذا الأهالي فهو كانوا كان بيدوروا مهيئة. على البنات في منافذ السفر، ما بيلاقوهمش يا جماعة، يقولوا خلاص يبقى هم يعني ما سافروش، فيطمنوا شهر شهرين البنت تخرج فجأة بعد ما يظبطوا لها في السفارة كل شيء، وهي أصلا بتكون عايشة عند هذا الملحد الخبيث ويعالم بقى طبعا بيستغلها طبعا، أو لو ما استغلهاش طبعا بيسفروها وتروح هناك، بيحصل لها زي ما حصل لكثير من البنات. عندك شيء إضافي؟ عندك شيء آخر؟ عندك تفاصيل أخرى؟ الكلام والله هذا خطير جدا، اللي ما أول مرة أسمعه. الملاحدة هدول هلأ موجودين على التليجرام، نشيطين جدا على تويتر، نشيطين جدا على الفيسبوك، عندهم حسابات كتيرة لسه لهلأ شغالة. المجموعة يلي أنا صورتها تم إغلاقها، اختفت يعني. هلأ إذا أنا بحثت عليها بالتليجرام ما عاد أشوفها، الرابط التغى. طب لكن الصور يلي أنا ممكن تبعتي لي الصور رح أبعت فضلا، عشان انا إن شاء الله الصور رح أبعت لك الصور، ورح أبعت لك قنواتهم يا ليت وحساباتهم، يا ليت، لانه لأنه أنا احتفظت فيها. يا ليت تبعتهم لي بعد الاتصال مباشرة. حضرتك تبعتي لي هذه السكرينات وهذه الاشياء عشان احاول احطها في مقال واحط معها هذا الملف الصوتي او الفيديو او اي شيء، او احطها كمرجع لما انشر المكالمة بتاعت حضرتك لوحدها. عندك اي اضافة اخرى قبل ما نختم؟ عندي إضافة تانية، نعم، إنه كانوا هن الناس يعني من بس ملحدين، هن جدا نشيطين وعندهم يعني نشاط كبير ضد البخاري، ضد السنة النبوية، وعندهم نشاط لتحريف القرآن الكريم. فكان عندهم قناة خاصة بس للمسخر على القرآن، يعني بيحطوا شخص عم بيلحن كلام كله تمجيد بداروين ونظرية التطور، ونفس الوقت بيلحن يعني مثل تلحين القرآن، فإننا بتمسخر على القرآن. كانوا عاملين من أحد الهاشتاجات كانت حملة ضد البخاري، نعم، حملة ضد التراث الإسلامي. فيعني كانت الحملات اللي عم تعمل، الهاشتاجات اللي عم تنزل بالمجموعة أغلبها كانت ضد الإسلام بالذات يعني. نعم، فأنا بتمنى يعني عن جد إنه يعني يتم اتخاذ أي إجراءات يعني ضد هدول الناس، ما ينتركوا هيك حساباتهم، هي لازم تتوقف، لازم يتم محاسبتهم. هن أصلاً أغلبهم موجودين يعني بالدول الغربية، لكن في لهم ناس على الأرض على الواقع، يلي عم بتصور، يلي عم بتعمل هي الأشكال، يلي عم بتعمل هالمناظر، يعني الصور، المظاهرات، الناس اللي شايلين علم المثليه، نريد حقوق المثليين في السعوديه، نريد حقوق النساء وكذا، ونحن مضطهدات في السعوديه، الحكومه السعوديه كذا وكذا. هدول لازم يتم اتخاذ اجراءات بحقهم، يعني ما معقول هيك ينتركوا بهذا الشكل. نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكرا لك على هذه المعلومات، هذه معلومات خطيرة جدا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا لك أختنا الكريمة على هذه المعلومات، ويا ليت ما تنسي تبعتي لي السكرينات فضلا، يعني أرجوكي تبعتي لي السكرينات. شكرا لك، إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا للأخت عفوا، الكريمة، السلام عليكم. في أمان الله. ناخذ اتصال.